بصوا يا جماعه، اول محاضره لنا ان شاء الله في الفسيولوجي بعنوان حاجه اسمها انترودكشن اند بلاد بارت 1. ماشي، هنشرح الانترودكشن النهارده. لو برضك معاك الكتاب وعايز تبص عليه من الموبايل مفيش عندي مشكله، واضح الداتا شو قدامك، ما عنديش اي مشكله خالص. ماشي، النهارده ان شاء الله اذا كان لنا عمر هنقول الانترودكشن وهناخد جزء من الايه، من البلاد زي ما هقول دلوقتي. زي ما قلت دي وسائل التواصل اللي قدامنا، هي في اول لايف في الداتا شو، وهتلاقيها في اخر صفحه عندك في الكتاب. ماشي، طيب نتوكل على الله. دايما ليا نظام في محاضراتي، اول سلايد بحط حاله من خلالها ادخل الموضوع. ماشي، بقول عليها حاجه اسمها انترودكتوري كيس، حاله مرضيه او حاجه، حاجه ايه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل برين ستورمنج. برين ستورمنج يعني عصف ذهني، يعني ما يحب الناس تركز. خلاص علشان لو حد جه يحب الناس تركز يسال سؤال عشان يلفت انتباههم ومنه يدخل للموضوع. فعمليه العصف الذهني ديت لها طرق كتير، من ضمنها ان انا اقول لك حاله مرضيه دي وضعها كذا وكذا، تفسيرها ايه الكلام ده، وادخل منه للموضوع. فزي ما احنا هنتعود ان شاء الله، الانترودكتوري كيس بتاعتي بتقول ايه؟ واضح ان واحد اهو رجله اهيت، واحد مدد ايده بايه؟ بيحاول يشوف مورمه ولا لا. ماشي؟ كلمه تورم يعني اديمه، تورم. ماشي؟ اكيد سمعنا عنها. واحد يقول لك انا رجلي مورمه، تيجي تضغط على رجلك تلاقيها بتغرز لجوه، صح؟ الحاله بتقول لي ايه؟ A 66 year old patient، واحد عنده 66 سنه. ماله؟ عنده لور لمب اديمه، رجليه الاثنين مورمين. ماشي؟ راح للدكتور عمل الفحوصات، لقى ان في حاجه اسمها البيومين ناقصه. سمعتوا عن الالبيومين؟ سمعنا عن الالبيومين، فالالبيومين لقوه ناقص. عمل فحوصات تانية وجد ان في حاجه اسمها ليفر ديسيز، الكبد تعبان. طب ايه علاقه الكبد بالالبيومين؟ وايه وظائف الالبيومين؟ وليه حصل تورم؟ ده اللي انا محتاج افهمه النهارده. وضحت الصوره؟ في اخر المحاضره هنرجع للحاله واشوف فهمناها ولا ما فهمناهاش. بعد الانترودكتوري كيس بقوم داخل على حاجه اسمها ليرنينج اوبجيكتيفز، الاهداف. الاهداف لو بصيت على الكتاب عندك هتلاقيني برضك في كل موضوع او في كل شابتر حاطط لك ليرنينج اوبجيكتيفز. ماشي الكلام؟ ايه المطلوب مني في الجزئيه دي؟ اول حاجه ايدنتيفاي بادي كومبوزيشن، تركيبه جسمنا ده عباره عن ايه؟ ثم ديفاين هوميوستاسيس. سمعنا عن كلمه هوميوستاسيس؟ هنتكلم عنها. ثم ديستنجويش كنترول اوف بادي فانكشن، وظائف جسمنا. ديستنجويش يعني ميز او اعرف او تعرف على ازاي جسمنا بيتنظم. يعني انت مثلا جاي دلوقتي دخلت القاعه، ايه اللي اتحكم فيك عشان تقدر تمشي لحد هنا؟ طيب انت كنت طفل صغير، كبرت بقيت شاب، ايه اللي اتحكم فيك علشان توصل من مرحله الطفل لمرحله شاب؟ يبقى ايه الحاجات اللي بتتحكم في جسم البني ادم؟ ده اللي انا قلته ده دلوقتي من واحد اثنين وثلاثه، دول الايه؟ الانترودكشن. ثم البلاد هنتكلم على فانكشنز اوف ذا بلاد، انيوميريتي يعني عدهم. خلاص؟ ايه وظائف الدم؟ ثم ليست تايبس اوف فانكشنز اند فانكشنز اوف بلازما بروتين. في الدم، في تركيبه الدم حاجه اسمها بلازما بروتين زي الالبيومين كده مثلا. انواع ايه؟ انواعها ايه البلازما بروتينز؟ وظائفها ايه؟ دي الاهداف اللي هرجع لها في نهايه المحاضره واشوف هل انا غطيتها ولا ما غطيتهاش. لازم نبقى خارجين من المحاضره فاهمين كل كلمه في المحاضره منها الاهداف. وضحت؟ نروح نذاكرها على طول ونحل عليها اسئله زي ما قلت. كلام جميل. هبدا باول حاجه عندي الانترودكشن. الانترودكشن فيه ثلاث عناوين اساسيه عايز اتكلم عنها. حاجه اسمها بادي كومبوزيشن، تركيب الجسم ايه؟ ثم يعني ايه هوميوستاسيس؟ ثم كنترول اوف بادي فانكشنز، ازاي نتحكم او جسمنا بيتحكم في الوظائف بتاعته. ابدا باول حاجه عندي، حد يقدر يقول لي تركيبه جسمنا ايه؟ وجه عام، جسمك بيتكون من ايه؟ سيستم زي ايه مثلا؟ بالعربي حتى او الانجليزي عربي؟ دايجستيف سيستم. ماشي، بعد السيستم كل سيستم بيتكون من ايه؟ جدع. يبقى يعني مثلا اقول عندي ايه؟ وليكن جهاز هضمي. الجهاز الهضمي ده بيتكون من ايه؟ مش بيتكون من اعضاء
اقول مثلا ده البلعوم، ده المريء، ده المعده، ده الاثنى عشر، ده الامعاء الرفيعه، ده الامعاء، صح الكلام؟ وكل اورجن من دول، كل عضو من دول بيتكون من ايه؟ انسجه. وكل نسيج من خلايا. يعني بمعنى اخر، لو بصيت على الصوره اللي عندي، ادي الجسم بتاعنا بيتكون من سيستمز، وكل سيستم بيتكون من اورجنز، وكل اورجن بيتكون من تيشو، وكل تيشو بيتكون من سيل. كلام سهل ولا صعب يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى بالتالي الاستراكشرال يونت اوف ذا بادي، عشان حطيتها لكم انا سؤال ام اس كيو، الاستراكشرال يونت اوف ذا بادي او ذا بيزك ستراكشرال يونت اوف ذا بادي هتبقى مين؟ السيل، الوحده البنائيه الاساسيه، هي اصغر حاجه. يعني اما اجي اقول لك المبنى ده كله، الوحده البنائيه في ايه؟ طوبه، صح ولا لا؟ ها؟ لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يعني إيه؟ يعني الجبل الكبير قوي ده هو حصواي على حصواي على حصواي، صح ولا لا؟ فأنت علم الفسيولوجي نفسه، المحاضرات الإيه، المنهج اللي هنقوله كله هو عبارة عن إيه؟ بيبتدي كلمة ثم جملة ثم محاضرة ثم شابتر، صح؟ ثم كتاب، هي الدنيا كده، صح ولا إيه؟ في أي مشكلة لحد دلوقتي؟ يبقى أما أجي أقول لك البيزك ستراكشر يونت اوف ذا بادي هي مين؟ السيل. كلام سهل ولا صعب؟ كلام جميل. طيب ندخل على البادي كومبوزيشن، تركيب جسمنا. جسمنا بيتكون من ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. جسمك كده تتوقع الميه تمثل فيه كميه قليله ولا كميه كبيره؟ اكبر كميه. وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي. تخيل لو يونج ادلت ميل، يعني واحد شاب صغير في السن وزنه 70 كيلو جرام ادلت وطبيعي، كميه الميه في جسمه تمثل قد ايه من وزنه كله؟ ها؟ 60%، يعني تقريبا 42 لتر ميه، خلاص؟ والباقي سوليدز. كلام جميل. طيب لما بص على الصوره دي كده، ادي بني ادم اهو راجل، بلاقي وزنه كله لو 70 كيلو جرام 60% منه عباره عن ميه، يعني تقريبا 42 لتر ميه. طيب احنا اتفقنا ان جسمنا بيتكون من ايه يا جماعه؟ وحده بنائيه اسمها ايه؟ سيل. سيل على سيل، فرح سيل فرح سيل فرح سيل، وبينها حاجة اسمها انترستيشن، يعمل لي نسيج، صح الكلام؟ طيب يعني بمعنى آخر، توزيعة المية جوه جسمي يبقى نظامها إيه؟ يبقى هتلاقي مية جوه الخلية، صح ولا لأ؟ ومية بره الخلية. اللي جوه الخلية بقول عليها انترا سيلولار فلويد. انترا يعني داخل، سيلولار يعني الخلية، انترا سيلولار فلويد يعني السائل الموجود بداخل الخلية. انترا سيلولا فلويد. واللي خارج الخليه يبقى مين؟ اكسترا، اكسترا يعني بره، اكسترا سيلولار فلويد. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى انترا سيلولار فلويد واكسترا سيلولار فلويد. طيب الانترا سيلولار ولا الاكسترا سيلولار بالفقاقه كده بالفهلوه، مين اللي تتوقع يكون اكتر؟ الانترا ليه والاكسترا ليه؟ ها ليه الانترا؟ الانترا هيكون مقيد بحجم الحاجه اللي هيكون موجود فيه. انت اسمك ايه؟ سليم. سليم منين يا سليم؟ من غزه. احسن ناس. ها اسمك ايه؟ منين يا محمد؟ منين؟ حسنيه. احسن ناس، بس بعيده الحسنيه، صح؟ ربنا يسعدكم يا رب. بص انا عايز اسمع منك يا محمد، تقول لي ليه توقعت ان انترا سيلولار يكون العدد كبير، كميتها كبيره؟ ها؟ تاخد زميلتكم كده يا بنتي علشان تقدر تشوف الداتا شو. ها؟ طيب انت توقعت الاكسترا سيلولار ليه؟ عشان هيكون الميه اللي هنحط فيها اكبر من الميه اللي هتكون موجوده في الداخل. بالعكس 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 بالعكس. قول. على كميه الملح الموجوده في الخلايا. سيبك من الملح. بص بص بص، انا قلت لك الوحده البنائيه هي الخليه، يعني الاساس الخليه. يعني انا دلوقتي لو جيت اعد الطوب اللي في المبنى، ها
الاقيه اكتر ولا الاوض اللي في المبنى؟ الطوب. فالخلايا كميه الميه فيها اكتر، التلتين والتلت. يعني التلتين موجود انترا سيلر والتلت فين؟ اكسترا سيلر. طب الاكسترا سيلر ده عباره عن ايه؟ الاكسترا سيلر هتلاقيه في سائل ما بين الخلايا، بقول عليه انتر استيشيم. انتر يعني ما بين، استيشيم يعني الخلايا، ما بين الخلايا. طيب ايه كمان؟ ما بين الخلايا وبعضها في كابيلز او شعيرات دمويه او فيسل، وعاء دموي. يبقى هلاقي بردك الفلويد موجود في فين؟ في الدم اللي هو موجود في وعاء دموي. ما هو الدم بتاعنا عباره اذا انا هنتكلم كمان شويه سائل اغلبه ميه، 90% من تركيبته ميه. ماشي الكلام؟ يبقى بالتالي ركز معايا، زي ما هو واضح في الصوره، ادم بني ادم اهو، زي ما بقول يا جماعه الله يكرمكم، لا المره الجايه لو عرفتوا تشوفوا المدرج فوق اللي انتوا شغالين فيه اصلا بيبقى فاضي في الوقت ده، ناخد فيه علشان خاطر تشوفوا الداتا شيت تبقى اوضح. ما كانش بردك الملف معاكم، افتحوا بردك وبص على الصور والحاجه قدامك تبقى واضحه لو الداتا شيت مش واضحه. ماشي الكلام يا جماعه؟ ادي شخص اهو وزنه 70 كيلو جرام، 60% من وزنه بادي فلويد و 40% سوليدز. ال 60% منهم التلتين يعني 40% موجود انترا سيلولا، والتلت اللي هو 20% موجود اكسترا سيلولا، والاكسترا سيلولار جزئين، حاجه اسمها انترستيشيال يعني ما بين الخلايا، سائل متنطور كده بين الخلايا، وسائل موجود في الدم انترا فاسكولار. خلاص؟ لما ارجع بقى للايه؟ للفيجر ده او للرسمه التقسيمه دي، يبقى انا عندي البادي كومبوزيشن بتاع في النورمال ادلت هيلثي ميل وزنه 70 كيلو جرام، يبقى البادي فلويد اللي هو مينلي ووتر 60%، وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي. الميه هتشمل ايه زي ما قلت؟ انترا سيلولار فلويد 40%، صح؟ اللي هو تلتين البادي ووتر، والاكسترا سيلولار فلويد ده التلت. والاكسترا سيلولر قسمت لحاجتين، انترستيشيال يعني ما بين الخلايا بيمثل 15%، وانترا فاسكولار يعني داخل الوعاء الدموي ده يمثل 5%. دي تقسيمه الميه او تقسيمه البادي فلويد. طيب الاذرز بقى اللي هم السوليدز 40%. خطى قاعده عامه، اي حاجه جوه جسم البني ادم بتتكون من ايه؟ وانا مغمض انسى اللي مكتوب ده دلوقتي، وجه عام، اي حاجه جوه جسمك بتتقسم كالاتي: بادي فلويد وسوليد. والبادي فلويد قسمها التقسيمه اللي انا لسه قايلها، والسوليد بتقسمها ازاي؟ ركز معايا في التقسيمه دي لان دي اسطمبه، فاي حاجه جوه جسمك بتتقسم كده، بتتقسم حاجتين، حاجه اسمها اورجانيك يعني مواد ايه؟ عضويه، وحاجه اسمها ايه؟ ان اورجانيك يعني مواد ايه؟ غير عضويه. المواد العضوية خدناها في ثانوي وابتدائي واعدادي، كانت عبارة عن ايه؟ ثلاث مكونات أساسية: كربوهيدرات وبروتين وليبت، صح ولا لا؟ الانأورجانيك زي ايه؟ أيوه، زي صوديوم بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم كلورايد، صح الكلام؟ أهو ده نفس الكلام، هنمشي على الاسطمبة دي هنا برضه. يبقى هلاقي أورجانيك بتشمل بروتين وفات اللي هو الليبت يعني وكربوهيدرات، ودي بتمثل زي ما قلت 33% من اصل 40%. هيتفضل 7% هم الايه؟ الان اورجانيك اللي هم المينرالز، معادن زي ايه؟ صوديوم بوتاسيوم كلورايد مغنيسيوم بيكربونات اكسترا. واضح الصوره يا جماعه؟ البادي كومبوزيشن سهل ولا صعب؟ سهل، كلام جميل. طيب ندخل على حاجه اسمها هوميوستيزيس. حلاوه الفسيولوجي يا جماعه ان من الاسم اقدر اطلع ديفينيشن وابقى عارف انا بتكلم على ايه. ان اقول هوميوستاسيس كلمه بتتكون من مقطعين، هوميو وستاسيس. لا 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 لا، انت اختلطت عليك الامور ما بين هوميوستاسيس وهيموستاسيس. هوميو يعني ذا سيم، يعني زي او مساوي ليه، يبقى هوميو ذا سيم، استيزس كونستانت ثابت،
يبقى هوميوستيزيس معناها ايه؟ لما انا اقول لك انت درجه حرارتك كام؟ اسمك الاول محمد. يا محمد درجه حراره جسمك كام؟ 37. كام؟ 37. ماشي اسمك ايه؟ سيد. يا سيد درجه حراره جسمك كام؟ 37. 37. هل لقيت واحد قال لي انا درجه حراره جسمي 37، واحد قال انا درجه حرارتي 45، واحد تاني قال درجه حرارتي صفر؟ طيب اسمك ايه؟ مهند. يا مهند لو انا قلت لك الجو ساقع جدا ودرجه الحراره بره صفر والناس متلجه، درجه حرارتك هتكون كام؟ درجه حراره جسمك الخارجيه. درجه حراره جسمك المقصود بها يبقى ايه؟ الداخليه. انا بتكلم على درجه حراره ساب. شاطر. ده اللي انا عايز اوصله. سواء درجه حراره عليت نزلت بتاعت الجو، درجه الحراره ثابته. ثبوت الشيء معناها هوميوستيزيس، ان جسمي بيعمل حاجات معينه عشان يحافظ على درجه الحراره. لما اقول ضغطك كام؟ ها محمد؟ ضغط الدم بتاعك كام؟ 120 80. ضغط الكام يا بنتي؟ 120 80 او 110 70 حتى، في رينج طبيعي. طيب ليه ليه الضغط ثابت؟ لان جسمنا بيعمل حاجات معينه عشان يحافظ على الحاجه دي ثابته. الحاجه دي بقول عليها هوميوستيزيس. هوميوستيزيس معناها to keep the internal environment of the body constant. to keep يعني حافظ على البيئه الداخليه بتاع الجسم ثابته. سواء بقى بي اتش اللي هي حموضه الدم، سواء البلاد جلوكوز، سواء البلاد بريشر، سواء مستوى الكالسيوم في الدم، اي حاجه جوه جسمك ربنا عامل لها نظام وسيستم عشان تدنها ثابته. لان لو اتغيرت تموت البني ادم. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى يهمني اعرف الهوميوستيزيس ايه. ثلاث حاجات اساسيه مهم جدا، خلي بالكم ممكن في الامتحان جزء منه هيبقى ام سي كيو مثلا، جزء منه ديفاين، جزء منه اكمل، يبقى لازم اهتم بكل كلمه مكتوبه. ومفيش سؤال هيجي بره اللي انا بقوله. وضحت الصوره يا جماعه؟ فيهمني ديفينيشن، يهمني اكزامبلز، يهمني الامبورتنس. ديفينيشن تو كيب the internal environment of the body constant. انا عايز احافظ على البيئه الداخليه بتاعتي اللي هي السيلز البيئه بتاعتها تكون ثابته. اقول لك الصوديوم كلورايد، الصوديوم مثلا في الدم مستواه ايه؟ تقول لي والله ده 140 مللي ايكوفالنت بالليتر مثلا. الكالسيوم مستواه في الدم ايه؟ تقول لي مثلا وليكن 10 مللي جرام بير ديسي ليتر. الشخص الطبيعي لو هو ميل او فيميل، كبير صغير، المفروض ده الطبيعي بتاعه. الجسم بيحاول يحافظ على البلاد كالسيوم ليفل ثابت، البلاد جلوكوز ثابت، البلاد بريشر ثابت، صح الكلام؟ يبقى تو كيب ذا انترنال انفايرمنت اوف ذا بادي كونستانت معناها هوميوستيزيس. هوميو يعني ذا سيم، ستيزيس كونستانت، يبقى تو كيب ذا انترنال انفايرمنت اوف ذا بادي كونستانت. هناخد امثله من الهوميوستيزيس، ده جاست اكزامبل، ازاي الجسم بيحافظ على مكونات معينه جواه ثابته. أمثلة، لكن جسمنا كله، كل اللي فيه ربنا منظمه بطريقة إنه يبقى فيه ثبات، فيه ثبات في الوظيفة، ثبات في التركيبة. الأمثلة والأرقام تتحفظ، بتصير ام اس كيو اختيار من متعدد. أول مثال عندي البادي تمبريتشر. البادي تمبريتشر كام؟ من 36.5 ل 37 إيه؟ ونص. تتحفظ زي إيه؟ زي اسمنا. خلاص؟ 36.5 ل 37 إيه؟ ونص. طيب البلاد بي اتش حموضة الدم مهمة جدا، الأرقام تتحفظ زي أسانيكم. حموضة الدم، البلاد بي اتش حموضة الدم يعني تركيز الهيدروجين جوه جسمك ايه؟ ده مهم ولا مش مهم؟ مهم طبعا. أقل تغيير في حموضة الدم تموت البني آدم. فالأرقام تتحفظ زي اسمك كام؟ من 7.35 ل 7.45، المتوسط 7.4. مفيش واحدة شاطرة كده أو واحد شاطر يقول لي ايه؟ نيجي نكتب له مثلا اكمل البلاد بي اتش كام نورمالي، يقوم كاتب 7 أو 7.1، نكتب له غلط وينقص يعمل تظلم، يقول يا جماعه الناس دي مفتريه. يعني فرقت ايه؟ يعني هي الثلاثة من عشرة دي ولا الأربعة من عشرة دي اللي هتفرق؟ هتفرق. لو واحد البي اتش بتاعته 7 بتكون طلعت له تصريح الدفن أصلا. وضحت إزاي؟ يعني يكون مات أصلا. ليه؟ لأن وظيفة جسمك كلها قايمة على درجة معينة من الحموضة. البي اتش لو زادت او قلت عن كده توقف وظيفه الجسم. وضحت الصوره يا جماعه؟ طيب البلاد جلوكوز نورمالي كام؟
تتحفظ زي اسامينا برضه، بتيجي اختيار من متعدد او اكمل، ممكن صح وغلط. خلاص. كام من 70 ل 110 مللي جرام بير ديسي لتر؟ عارفين يعني ايه ديسي لتر؟ يعني 100 مللي. اما اقول من 70 ل 110 مللي جرام بير ديسي لتر، هي هياها 70 ل 110 مللي جرام لكل 100 مللي بلاد، وهي هياها 70 ل 110 مللي جرام بيرسنت نسبه مئويه. ماشي الكلام يا جماعه؟ كلام كويس. ايه اهميه ان انا احافظ على البيئة الداخلية بتاعتي ثابتة؟ to keep cells capable of living, growing and providing their special function. نعم. زي ما قلت، ثبات مكونات الجسم زي البلاد بريشر مثلا، زي حموضة الدم، زي البلاد جلوكوز، ثباته عند مستوى معين بيوفر البيئة المناسبة للشخص انه يعيش. يعني تخيل مثلا ان المبنى ده متقفل، الشبابيك متقفله بطريقه ان ما تهويش، والميه غرقت المبنى او القاعه اللي احنا فيه، وغرقته لدرجه ان بقى انت لا عارف تخرج ولا تدخل، وانت طافيت في الميه كده هتقدر تعيش؟ وما دخلتلكش حاجه ولا عارف تخرج ولا عارف تروح ولا تيجي، هتعيش؟ مش هتعيش. البيئه مش مناسبه، صح ولا لا؟ لو واحد درجه حرارته وصلت ل 39 و40، بتلاقيه بيخطرف في الكلام، صح؟ وبيترعش، ولو اهملناه وما خدش علاج ممكن يروح فيها، صح ولا ايه؟ ليه؟ لان هذا التغير في البيئه المحيطه هيقضي على الجسم، هيقضي على وظائف الجسم، يخلي الجسم لا ينمو ولا يحصل له مشاكل، ويحصل له مشاكل. بدليل لو طفل صغير اتولد وهو عنده مثلا وليكن بقى مريض سكر وعنده سنه 2 3 4 5 وعايش طول عمره على انسولين وعايش طول عمره على علاج للسكر، هل النمو هيبقى بتاعه طبيعي زي واحد هيلسي؟ لا. لو طفل عنده حساسيه على صدره من يوم ما اتولد، بيتعمل له جلسات وعايش على جلسات وكورتيزون وموال، هل النمو بتاعه هيكون زي شخص طبيعي؟ واحد مش متوفر له علاج مناسب وبياخد دور التعب من هنا ما بياخدش علاج وعنده امراض مزمنه، هل النمو بتاعه هيبقى طبيعي؟ طبعا لا. يبقى بالتالي تاني التكرار بيعلم مين؟ الشطار. اما اجي اقول لك الهوميوستاسيس الديفينيشن عباره عن ايه؟ تو كيب ذا انترنال انفايرمنت اوف ذا بودي كونستنت. الامثله عندي قلت لي زي مين؟ البادي تمبريتشر كام لكام؟ من 36.5 لكام؟ 37.5 درجه سيليزيه. طيب البلاد بي اتش قلنا 735، 745 متوسط 7.4، البلاد جلوكوز 70 ل 110 مللي جرام بير ديسيليتر، وعرفنا الاهميه تو هيلب ذا سيلز and the body tissue to ايه؟ and the organs to grow، صح؟ and develop. كلام كويس. في اي مشكله في الهوميوستيزيس؟ في اي مشكله يا جماعه؟ طيب ركزوا معايا. لو انت ايه لك اخ عنده طفل، عنده طفل مثلا وليكن في سته ابتدائي، ماشي؟ انت سافرت بره مصر مثلا لمده سنتين ثلاثه وبعدين رجعت، رجعت لقيت واحد كده ما شاء الله طول بعرض وجاي يقول لك ايه؟ ازيك يا عم؟ عم مين يالا؟ انت مين يالا؟ يقول لك ابن اخوك، ده انا اللي سايبك مش باين من الارض، بقيت اطول مني كده، ايه اللي حصل؟ زاد النمو بتاعه، دخل في مرحله ايه؟ بيبتدي مرحله بلوغ، صح ولا لا؟ طيب ايه رايك؟ هل يعقل ان ابن اخوك ده اهو انت مثلا كنت عندهم امبارح بالليل والولد كان لسه قد كده، هل تاني يوم لو رحت له هتلاقيه بقى طول السقف؟ مش هيعقل. انا قلت لك عدى سنه اثنين ثلاثه، صح؟ اللي حصل ايه؟ يعني خد وقت، النمو ده خد وقت، صح ولا ايه؟ كلام جميل. طيب انت جاي على المحاضره اللي اتاخرت في المواصلات، نزلت من التاكسي كانت الساعه مثلا 8:30 و5 والمحاضره بتبدا 8:30 وانت عايز تلحق، هتعمل ايه؟ هتاخدها جري، صح ولا لا؟ انت قررت في دماغك انك عايز تجري عشان تلحق المحاضره، جريت وصلت هنا في خلال دقيقه، انت كنت قدام المبنى، ايه رايك؟ دي خدت سنين ولا خدت وقت قصير؟ وقت قصير. مقصود كلامي ان وظائف الجسم بنقسمها لحاجتين، في وظائف بتحتاج تحكم سريع، صح ولا لا؟
وفي وظائف بتحتاج لتحكم بطيء. التحكم السريع خدها قاعده عامه، الحاجه اللي تبتدي سريعه بتخلص بسرعه، الحاجه اللي تبتدي ببطء بتاخد وقت طويل. زي ايه؟ شهر رمضان كل سنه وانتم طيبين قرب اهو، تيجي بقى قبل رمضان كده بايه؟ بيومين ثلاثه، وتقول يا جماعه يشوفوا الرؤيه امتى؟ الواحد يشتاق لرمضان، الواحد عايز يعوض عن الافتراء اللي الواحد بيعمله طول السنه في رمضان. لا انا السنه دي بقى هصوم بما يرضي الله، ومش هبص على حاجه ولا هسمع حاجه، وهقرا قران. انا هختم كل يوم، هختم المصحف مره لو يعني ايه الايمان مقطع بعضه قوي. خلاص. المهم اول ما المدفع يقرا اول يوم بقول لك، اقول لك بكره صيام، تلاقيك اول ايه اول يوم بقى كده لسه انت مجهز السحور، اطفي التلفزيون خلينا نصوم يا جماعه الله يكرمكم، هات المصحف يا المصحف يا ابني، يلا عايزين نقعد نعمل ايه مقراءه كده، وكل واحد يقرا وعايزين نبدع، وتلاقيك قريت لك اربع خمس اجزاء في اول يوم، وتيجي تنام تقول لا 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 انا عايز اعوض، انا طول السنه مقضيها لعب وما اعرفش ايه، لا انا هبني للفجر، وهروح اصلي الفجر يا جماعه كمان. صح. تروح يوم والتاني والتالت خلص الموضوع، وتلاقي ايه يعني الايه الحماسه راحت، بدل ما كان بتقرا خمس اجزاء في اليوم لو قريت ايه يبقى نعمه من عند ربنا، بدل ما كنت تطفي التلفزيون قمت مشغل ايه وبتسمع ايه وبتسوي ايه، وبدل ما كنت بتحلم ان الفجر هيجي إيه علشان تروح تصلي بتقول يا جماعه إيه يلا مش سحرنا يلا نبقى نقوم بقى من ايه نفطر الصبحيه، وبعد شويه تلاقي تعبت الايام، هو رمضان طول لي كده، العيد امتى؟ يعني انا تعبت. مش ده اللي بيحصل يا جماعه، الحاجه اللي بتبتدي بسرعه تخلص بسرعه. طب لو تخيل واحد تاني بقى نقضي السنه كلها رمضان، يعني بمعنى مش فارقه معاه رمضان من غير رمضان، انا اصلا بواظب على الصلاه، بقرا قران، بصوم ايام معينه في الشهر، بعمل بعمل بعمل، ايه رايك ان يجي رمضان هتلاقيه ممكن حتى يكون بادئ رمضان مش بنفس القوه اللي التاني كان بادئ به، بس كل شويه بيعمل ايه؟ اللي بيزود، على ما يجي اخر رمضان تلاقيه بقى ايه ما شاء الله بدا لقمه العباده. صح ولا لا؟ فخدها قاعده في الحياه، الحاجه اللي تبتدي بسرعه تخلص بسرعه، الحاجه اللي بتبتدي ببطء ببطء لا بتاخد وقت طويل. فنفس الكلام هنا، لما اجي اقول لك كنترول اوف بادي فانكشنز تقول لي انا عندي سكتين، حاجه اسمها النيرفس كنترول وحاجه اسمها اندوكراين كنترول. نيرفس يعني تحكم عصبي، اندوكراين تحكم هرموني للغدد الصماء. ايهما اسرع؟ لو انت في الدور، لو المبنى ده اربع ادوار مثلا، وانا قلت لك في طالب زميلكم فوق عايز حد يندهله، قام واحد منكم قال يا دكتور طب ما هنا في جرس اهوت هنضغط عليه، فيه مايك هنكلم فوق في الدور الرابع هنقول له انزل، ده موقف اسرع. ولا لو واحد قال طب عن اذنك يا دكتور انا هطلع السلم اروح له الدور الرابع، لان مفيش اسانسير هنا، هطلع الدور الرابع واندهله وادور عليه واندهله واجي، مين اللي اسرع؟ اللي هو الايه؟ الكهرباء، نيرفس. خلاص. لكن البطيء ده اللي هو ايه؟ ده لسه هيمشي ويروح ويطلع سلم ويروح له. فنفس الكلام كده، النيرفس كنترول تحكم عصبي بيتم عن طريق ومضات عصبيه بنقول عليها نيرف امبلسز، ومضات عصبيه بتمتاز بحاجه غايه في الاهميه، بتصير كتير مس كيو، بتمتاز بانها ايه؟ اوف رابد اونست اوف اكشن. رابد يعني سريع، اونست يعني بدايه، بتبتدي بسرعه، رابد اونست اوف اكشن. وزي ما قلت الحاجه اللي بتبتدي بسرعه بايه؟ تخلص بسرعه، يبقى رابد اونست اوف اكشن اند اوف شورت ديوريشن. شورت ديوريشن يعني بتاخد وقت قصير، بتبتدي بسرعه وتاخد وقت قصير. المثال زي ايه؟ كنترول اوف ماسل كونتراكشن، كنترول التحكم، ماسل كونتراكشن الانقباضيه بتاعت العضله. يعني على سبيل المثال لو انا هثت في دماغي ان انا اشيل الالم ده من هنا احطه هنا، هتاخد مني وقت. اهو انا خدت القرار، مديت ايدي فشلت الالم حطيته هنا. صح الكلام؟ يعني معناها رابد اونست وشورت ديوريشن، تحكم في انقباضيه العضله، حاجه تخص الجهاز العصبي. لكن الحاجه الثانيه اللي هي الاندوكراين بقى، الغدد الصماء،
طفل عنده 7 سنين طوله مثلا 160 سنتي او 150 سنتي، هل تاني يوم هتلاقيه 190 سنتي؟ لا، ده محتاج وقت. يبقى سلو اونست يعني بطيء، بيبتدي ببطء، النمو بيبتدي ببطء. اند لونج ديوريشن ده بياخد وقت طويل على ما ايه؟ على ما إيه؟ يعني ممكن ياخد سنه 2 3 على ما تلاقيه وصل لل 190 سنتي دول، صح ولا لا؟ حتى ده التعملق او العملقه اللي هي جانتيزم، وده هنتكلم هنجيب سيرتها ان شاء الله واحنا بنتكلم في الاندوكراين بارت اللي هو اخر جزء في الكتاب ده، ما بينموش في ثواني، يعني ده برضك بياخد سنين. يعني اللي بيتعملق ده ما بيكونش النهارده كذا تاني يوم تلاقيه بيخبط في الساق، بياخد سنين علشان يكبر. الخلايا بتبقى تنتج اكتر او تنتج قد ايه اكبر في قد ايه؟ في سنين، يعني مهما تكبر مش هتطلع في يوم ولا اثنين، هتاخد وقت. وبعدين انا بتكلم في النورمال فيسيولوجي، انا بتكلم في الوظائف الطبيعيه. بس عمرك ما هتلاقي واحد كان امبارح كذا الا في الافلام، لا خاتم سليمان، لا ما اعرفش ايه، قال له خليني ما اعرفش ايه، واحد قصير لا ما اعرفش ايه، فعايز يبقى طويل قوي. في الحياه بيروح لدكتور نفساني بيقول له بص انا عايزك تقفل على نفسك في الاوضه وتقف قدام المرايه وتقول ايه؟ انا مش قصير اوزع، انا طويل واهبل، انا مش قصير اوزع، انا طويل واهبل، عشان يقنع نفسه ان هو طويل. لكن في الافلام هتلاقي امسح على الفانوس السحري يا عفركوش يطلع لك انا عايز ابقى طويل. ده في الافلام، صح ولا ايه؟ المهم، يبقى الاندوكراين ميديتد باي هرمونز، الهرمونات دي مواد بتطلع من الغدد الصماء. غدد صماء يعني ايه؟ اندوكراين جلاند يعني ايه؟ يعني غده ملهاش قناه بتوصل الايه؟ الافرازات بتاعتها. غده بص على الدم مباشره، تطلع الماده تقوم مدخلها في الدم اللي هي الهرمون. يبقى الاندوكراين فانكشن ميديتد باي هرمون، يعني اللي بيقوم بالوظيفه بتاعتها هرمون. بتمتاز بانها سلو اونست اوف اكشن، بطيئه، بتبدا ببطء، ولكنها اوف لونج ديوريشن، تاخد وقت طويل. زي ايه؟ زي الكنترول اوف ميتابوليزم اند نورمال جروث. الميتابوليزم عمليه الايض الغذائي، يعني على سبيل المثال ايه رايك الانسان الطبيعي، انت رحت الصبحيه فطرت سندوتش طعميه او سندوتش فول، هل انت كلته حالا في ثواني جسمك هياخد العناصر اللي فيه وفي ثواني هتروح الحمام؟ لا، ده هياخد وقت على ما ايه؟ هتمضغ ويتهضم ويمتص والجسم يستفاد منه والفضلات تخرج في الشارع، هتاخد ساعات، صح ولا لا؟ كلام جميل. يبقى تاني كنترول اوف بادي فانكشنز بمنتهى البساطه مهمه جدا، ممكن تيجي سؤال قصير، ممكن تيجي اكمل، ممكن تيجي ام اس كيو اختار من متعدد. يقول لك ايه؟ في حاجه اسمها ايه؟ نيرفس كنترول وحاجه اسمها اندوكراين كنترول. النيرفس ميديتد باي نيرف امبلس، ومضة عصبيه. زي ايه؟ زي المسل كونتراكشن، انقباضيه العضله. اوف رابيد اونست اند شورت ديوريشن. لكن الاندوكراين ميديتد باي هرمون، ها بيمتاز بايه؟ بانه سلو اونست ولونج ديوريشن، زي الميتابوليزم وزي الايه؟ الجروث، عمليه النمو. ده كده صوره قدامها اهيت بتوريني النيرفس سيستم، الجهاز العصبي، شبكه من الايه؟ من الخلايا العصبيه، والاعصاب بيتكون من حاجه اسمها جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي، زي سلوك كهرباء كده. الكهرباء مجرد تضغط على زرار تلاقي بتشغل المروحه، تضغط على زرار تلاقي فيه صوت جرس، صح ولا لا؟ سريعه. الاندوكراين سيستم ده مجموعه من الغدد الصماء منتشره في جسم البني ادم كتير جدا. كل غده بتطلع هرمون بيمشي في الدم يروح ياثر على مكونات معينه جوه جسمي، يعني على سبيل المثال غده في رقبتنا هنا اسمها الغده الدرقيه، ثايرويد جلاند، وهنجيب سيرتها في الاخر ان شاء الله. بتطلع هرمون اسمه ثايروكسين كي 4 تدخله في الدم. هذا الهرمون يمشي في الدم ينتقل لكل حته في جسمك ياثر عليها، من ضمنها القلب. يروح ياثر على القلب يزود دقه القلب مثلا. وضحت الصوره يا جماعه؟ في اي مشكله في الكنترول اوف بادي فانكشن؟ كلام جميل. ده الجزء الاولاني من المحاضره اللي هو الانترودكشن. في اي سؤال فيه يا جماعه؟ كلام كويس. ندخل على الجزء الثاني اللي هو البلاد.
بلاد يعني ايه؟ دم. ما يجيش واحد اساله المره الجايه احنا خدنا ايه المره اللي فاتت، ما يقوليش احنا خدنا انترودكشن وبلوط. ها؟ اسمها ايه؟ بلاد. بلاد. ماشي يا جماعه؟ كلام كويس. طيب البلاد اللي هو الدم. بصوا يا جماعه، دايما هتلاقيني وانا باجي اشرح اي جزئيه، وانت نفس الكلام وانت بتذاكر، ذاكر بالنمط ده. اي جزئيه بتذاكرها بعمل لنفسي مايند ماب، خريطه ذهنيه. خريطه ذهنيه يعني ايه؟ عناصر الموضوع، انا هتكلم على ايه في الموضوع. انا الجزء اللي كاتبه لكم كاتبه لكم بالنظام ده، لكن انت لما تيجي تذاكر في مصادر ثانيه هتلاقي ايه؟ كلام كلام يتقري. فالكلام اللي يتقري اعمله بنفس النظام ده كده، حوله لايه؟ لعناصر، وكل عنصر اكتب تحته الحاجات المطلوبه فيه. الكلام يثبت اسرع. ماشي الكلام يا جماعه؟ فانا لما اجي اتكلم على البلاط انا محتاج اعرف ايه؟ عايز اعرف النقاط الاتيه. اولا ديفينيشن، يعني ايه بلاط؟ يعني ايه دم؟ الفوليوم، النورمال فوليوم، خلي بالكوا يا جماعه وانا بشرح كده، اي ارقام بذكرها يبقى انا اقصد بها يونج ادلت ميل هيلثي وزنه 70 كيلو جرام. انه شخص طبيعي يكون راجل شاب وزنه 70 كيلو جرام ما عندوش مرض. ده اللي احنا الفسيولوجي ده النورمال في هيومن فسيولوجي. لو انا اقصد فيميل هقول لك دي فيميل، لو اقصد نيوبورن عيل لسه مولود هقول لك نيوبورن. لكن طالما انا ما ذكرتش حاجه يبقى انا اقصد ايه؟ يونج ادلت هيلثي ميل وزنه 70 كيلو جرام. وضحت يا جماعه؟ لان خلي بالك بالفقاقه كده بالفهلوه. اما اجي اقول لك حجم الدم عندك كام يا ابني؟ هتقول لي 5 لتر، اقول لك ماشي. طب اخوك اللي لسه مولود امبارح وزنه كام؟ وزن كمية الدم بتاعته كام؟ تقول له 5 لتر، تقول لي 5 لتر، اقول لك طب هو وزنه كام اصلا؟ تقول لي 3 كيلو. يبقى ازاي هو وزنه 3 كيلو والدم اللي فيه 5 لتر؟ ما 5 لتر يعني 5 كيلو. يبقى ما ينفعش، صح ولا لا؟ يبقى كل سن وحجم الدم بيختلف فيه. صح الكلام؟ لكن انا لما بذكر رقم كده انا اقصد كلامي كله دلوقتي ان ادلت يونج هيلثي ميل وزنه 70 كيلو جرام. انتوا عارفين الطفل الرضيع اول ما بيتولد بيبقى الدم عنده تقريبا كام؟ حد يخبط رقم كده. نص لتر. ها؟ واحد لتر ولا واحد كيلو ولا واحد جرام ولا واحد ملي جرام؟ ها؟ بشكل كامل فاغلبتها من 280 ل 300 ملي. من 280 ل 300 مللي. اه الولا العيل، العيل بص شوفوا العيل لو حصل له شويه اسهال ممكن يروح فيه، شويه ترجيع بيروح فيه. العيل هو عباره عن شويه ميه، ما هو السوائل. انت لو جيت شوف وزنه قد ايه خلاص، يبقى كميه الدم قد ايه؟ قليله جدا. ماشي الكلام؟ عيل عنده مثلا المتوسط للعيل بيبقى 3 كيلو، قول 2 كيلو وزن، يعني قول 2 كيلو ونص. عايز وزنه كله 2 كيلو ونص يكون الدم فيه قد ايه؟ الدم ده قلنا كام؟ 5%. فاكر يعني انا في التقسيمه قلت لك كميته قليله، 5% من جسمك كله، الميه ككل او الفلويد كله 60%، منهم 40% انتراسيلولار، ثم 20% بتتقسم ما بين الانترستيشن تقريبا 15 والالترا فاسكولار تقريبا 5%. يبقى بالتالي منطقي العيل الصغير ده هيبقى كده. بس بص اسمع من هنا طلع من هنا، طالما انا مش كاتبها لك يبقى مش مطلوبه منك، المطلوب منك اللي مكتوب قدامك. اليونج ادلت ميل اللي هو يبقى الفوليوم بتاع البلاط كام؟ 5. بس انا كان قصدي الكلام اوريك ان ايه؟ الارقام هتختلف. بس تبقى عارف طالما انا ما ذاكرتش سيره اطفال ولا غيره يبقى انا اقصد الكبار. طيب يبقى انا محتاج اعرف ديفينيشن الفوليوم الكومبوننت الدم بتاعنا ده بيتكون من ايه؟ والفانكشن. هبدا باول حاجه البلاط. حد يقدر يديني تعريف للدم؟ يعني ايه دم؟ ها بالعربي حد. اي سوائل مكونه للجسم يا دم؟ فانا لسه بقول لك ان السوائل اغلبها جوه الخليه ماهوش دم، واللي بعدها الانترستيشن ماهيش دم، اللي في اللي هو الدم اللي هو الانترافاسكولار. ها يبقى بارت اوف ذا فلويد بريزنت. ايه ده بالفقاقه كده بالفهلاوه؟ هو بارت اوف بادي فلويد بريزنت انترافاسكولار، صح ولا لا؟ essential to life. ده من غير ما اقرا تعريف، ده يعني بتفكيري. ف
هو جزء من سوائل الجسم اللي موجوده داخل الاوعيه الدمويه، والسائل اللي موجود داخل الاوعيه الدمويه ما هو دم. يبقى بالتالي التعريف هو ايه؟ It is vital fluid، سائل حيوي، سائل مهم جدا، سائل خطير جدا. Circulates within the cardiovascular system، يعني موجود داخل القلب والاوعيه الدمويه، يبقى part of body fluid present intravascular and inside the heart. لان الجهاز الدوري زي ما انا هتكلم عنه ان شاء الله بيتكون من ايه؟ من قلب واوعيه دمويه. صح الكلام؟ بشبهه دايما لما نيجي ناخده بمطور ميه. انت دلوقتي وليكن قاعد في الدور العاشر. انت في الدور الثاني الميه ما بتوصلش، صح ولا لا؟ فانت بتحتاج مطور يرفع الميه للدور العاشر. فالمطور اللي في الدور الارض ده مش لازم يتوصل به انابيب عشان يرفع بها الميه لحد الدور العاشر؟ صح ولا لا؟ هل الانابيب دي تنفع تكون مفتوحه ولا لازم تبقى كلوزد؟ مقفوله، صح ولا لا؟ عشان تمشي الميه فيه. لكن هل ينفع اقوم حاطط انبوبه في انبوبه بينها وتصل؟ لا. فجهاز القلب والاوعيه الدمويه نفس الكلام، بتتكون من قلب وايه؟ واوعيه دمويه مرتبطه، ده كلوزد سيستم بقول عليه كارديو فاسكولار سيستم. يبقى it is a vital fluid that circulates inside the cardiovascular system او fluid part present inside the cardiovascular system. الفوليوم زي ما قلت 5 لتر يتحفظ في الام اس كيو. طب الكومبوننتس بيتكون من ايه؟ بيتكون من fluid part و solid part، كلام المطلق. مش انا قلت لك اي حته جوه جسمك بتتكون من fluid و solid؟ طب الفلويد part و the blood بقول عليه حاجه اسمها بلازما. البلازما هي الفلويد بارت اوف ذا بلاد. ثم سيلز او بقول عليها سيلولار اليمنتس. الخلايا بتاعت جسمنا عباره عن ايه؟ حد يفتكر خلايا الدم يعني؟ خلايا الدم في عندي ثلاث انواع من الخلايا الدم. خلايا دم حمراء او كريات دم حمراء اللي هي ريد بلاد كورباسلز، خلايا دم بيضاء وايت بلاد سيلز، وبليتلتس. اسمها بليتلتس. قول بليتلتس عشان مش واحد يقول لي بلطلط. ماشي، بليتلتس، بليتلتس صفائح دمويه. الارقام بتاعتهم بتتحفظ زي اسامينا. ماشي الكلام؟ يعني الار بي سي عددها كام؟ بتصير اختيار من متعدد او اكمل. الوايت بلاد سيل كام؟ البليتلت كام؟ يبقى البلازما بالفلويد بارت اوف ذا بلاد بتمثل قد ايه من الدم؟ برضك بتصير ام اس كيو. 55% من حجم الدم، من كميه الدم. يبقى ال 45 اللي فاضله هي السيلولار اليمنتس، عناصر خلويه او الخلايا يعني. اكتر خليه في العدد هي مين؟ الريد بلاد كورباسل اللي هي الار بي سيز. في اليانج ادلت ميل، كل الارقام زي ما قلت، يانج ادلت هيلثي ميل كام؟ 5 مليون لكل مليمتر مكعب. لو واحد في الامتحان قلنا النورمال ار بي سيز كاونت وقام كتب 5 مليون وسكت، يعني لو احنا حنينين قوي عليه هندي له نص ربع الدرجه ولا نص الدرجه، ممكن ما نديلوش خالص. لان جسمك كله مش فيه 5 مليون بس، 5 مليون لكل مليمتر مكعب، يعني كل ملي دم فيه 5 مليون. فانت اما تقول لي ان النورمال ار بي سي كاونت 5 مليون وتسكت، يعني جسمك كله فيه 5 مليون، تبقى غلط طبعا. صح ولا لا؟ لكن لازم اقول 5 مليون لكل مليمتر مكعب. طيب الوايت بلاد سيل، خلايا الدم البيضاء، من 4000 ل 11000 لكل مليمتر مكعب. طيب البليتلت او اسم الدلع بتاعها، تحفظوا الاسم الدلع. بليتلت هي الثرومبوسايتس، يعني ثرومبس جلطه، لانها صفائح الدمويه مسؤوله عن تكوين الجلطات، فاسم الدلع بتاعها ايه؟ ثرومبوسايت. طيب الثرومبوسايتس او البليتلت تقريبا كام؟ 250000 لكل مليمتر مكعب. الارقام تتحفظ. طيب ايه هي الفانكشنز اوف ذا بلاد؟ اولا دي صوره ايه بتوريني الايه؟ إيه لو جبنا عينه دم يا جماعه ودخلناها في جهاز الايه؟ الطرد المركزي سنترفيوج. هيتكون ايه؟ هيبقى في عندي بلازما وعندي سيلز، بس الدم نكون حاطينه طبعا عليه ماده تمنع التجلط. هيتكون بلازما ويتكون حاجه اسمها السيلز. البلازما زي ما قلت بتمثل كام في المية؟ 55%. والسيلز دي كام؟ 45%. طيب ايه وظائف الدم بالفلاحي كده؟ الدم بتاعك فايدته ايه؟ هو له فايده ولا ملوش فايده؟ فايدته ايه؟ بينقل نيوتريانتس للجسم، صح ولا لا؟ بينقل مواد غذائيه
لخلايا الجسم. حلو قوي. يعني بيشتغل ككارير، بيشيل نيوترينس. ايه كمان؟ بيبرد الجسم. بيبرد الجسم قصدك يعني بيتحكم في درجه الحراره، صح الكلام؟ ها ايه كمان؟ ليه كمان؟ مش بينقل غازات اكسجين وثاني اكسيد الكربون؟ بينقل الاكسجين للجسم وياخد ثاني اكسيد. مش تعتبر كده برضه مع المواد الغذائيه؟ لا امسكها واحده واحده. التغذيه، الغذاء اللي انت بتاكله غير الاكسجين غير ثاني اكسيد الكربون. ماشي الكلام؟ بياخد من الجسم ايه يرميه في الشارع؟ الويست برودكت. يعني مثلا انت دلوقتي كلت اكله، الاكله دي لها مخلفات بتبقى ماشيه في الدم، تروح الجسم يتخلص منها عن طريق الكبد او يتخلص منها عن طريق الكليه، صح الكلام؟ طب ايه كمان؟ ها ايه كمان يا جماعه؟ الدم بتاعنا ممكن وظيفته ايه؟ مش انا، بصوا يا جماعه وادوا نفسكم على حاجه، خليكم شطار. اما تيجي تتكلم على وظيفه اي حاجه في الدنيا اعرف تركيبتها، ومن تركيبتها قول الوظيفه. يعني الدم بتاعنا مش لسه ايه؟ البلازما، وعباره عن سيلز. يبقى بالفقاقه كده البلازما لها وظائف زي ما هنجيب سيرتها حالا، وكل سيل لها وظيفه. يعني الهوايت بلاد سيل، الخلايا الدم البيضاء، وظيفتها مناعه، تهاجم بكتيريا، تهاجم ميكروبات داخله الجسم. الصفائح الدمويه تمنع، توقف النزيف اللي بقول عليها هيموستيزس. الدم بينقل حاجات للجسم ويخرج حاجات من الجسم. بص، لو انت قاعد في البيت والمجاري مكتومه، ايه رايك؟ الشقه هتبقى حلوه ولا هتتبهدل الدنيا؟ بهدل الدنيا. لو انت قاعد في البيت والميه مش واصله لك في البيت، هتعرف تعيش في البيت؟ مش تعرف. يعني بمعنى اخر، الدم ده هو بيوصل لك حاجات وياخد حاجات منك، فبيحافظ على وظيفتك ثابته اللي هي الهوميوستيز، ليس جايب سيرتها من شويه. تاني حاجه، لو انت ماشي كده اتغذيت بدبوس، خبطت في الباب كان فيه مسمار غزه، وبدات ايه الدم يخرج من جسمك. بعد شويه كانت الغزه بسيطه، بعد شويه هتقفل. اللي ساعدك في قفلانها ايه؟ مكونات الدم، الصفائح الدمويه. صح ولا لا؟ يبقى دي وظيفه ولا لا؟ يبقى بالتالي لما اجي اقول لك الوظائف، هتلاقي اول وظيفه عندي ترانسبورت فانكشن، بتنقل ايه؟ بتنقل ثاني اكسيد الكربون من الجسم تطرده في الشارع. وبتنقل ايه كمان؟ بتنقل اكسجين من الهواء لجسمك عشان جسمك يستفاد به. بتنقل نيوتريانت زي جلوكوز. بتنقل ايه؟ ميتابوليك اند برودكت، يعني جسمك استخدم حاجات ويطردها زي اليوريا، زي الامونيا، صح؟ زي بينقل كمان ايه؟ هرمونات وفيتامينز وغيره. طيب تاني حاجه ديفنسيف فانكشن، زي ما قلت الهوايت بلاد سيل دي مهمه جدا، عشان لو جسمك ايه؟ في ميكروب دخل جسمك، شوف العظمه بتاعت ربنا، اما واحد يجيله شويه برد ولا اللوز فالتهب ويروح يعمل صوره دم، بيلاقي الهوايت بلاد سيل عددها كبير. طب عددها كبير ليه؟ ده وسيله دفاع، الجهاز المناعي اشتغل بالزياده علشان يطلعني، او البون مارو اشتغل بالزياده عشان يطلع لي وايت بلاد سيل عشان تقتل الميكروب. يبقى بتدافع عن الجسم، فيرست لاين اوف ديفنس. يبقى مهمه في ايه؟ وايت بلاد سيلز اتاك انفيدنج باثوجين، اتاك بتهاجم الميكروب اللي جاي هاجمك. اند بروديوس ايه؟ انتي بوديز. الهيموستيزيس زي ما انا قلت، لو انت اتشكيت شكه صغيره وبدات تنزف، الصفائح الدمويه هتقوم بدورها عشان توقف هذا النزيف. يبقى لازم افرق ما بين مقطعين، كلمتين، حاجه اسمها الهيموستيزس وحاجه اسمها هوميوستيزس. هوميو اللي انا لسه متكلم عنها، هوميو ستيزس، هوم يعني ذا سيم، ستيزس كونستانت تو كيب ذا انترنال انفايرمنت كونستانت. امال هيموستيزس؟ هيمو يعني بلاد، ستيزس يعني كونستانت. هيموستيزس معناها تو ستوب بليدنج فروم ماينور ايدج. يعني انت مثلا اتشكيت بدبوس اللي بتقطع برتقانه، اتجرحت جرح صغير، خبطت في الباب ايدك اتجرحت جرح بسيط، جسمك لوحده من غير ما انت تتدخل هيوقف هذا النزيف. دي حاجه اسمها هيموستيزس، تو ستوب بليدنج، اوقف نزيف فروم ماينور انجري، يعني جرح صغير. يبقى تاني الهيموستيزس ستوبج اوف بليدنج when a small blood vessel is injured by clotting mechanism. يعني انا بوقف النزيف بان انا اكون جلطه صغيره تقفل هذا الايه؟ الجرح. طيب امال الهوميوستيز اللي لسه متكلم عنها من شويه؟ to keep the internal environment of the body constant.
الدم ده دور حيوي له، لان الدم ده اللي هي ايه؟ هيخلصني من حاجات وينقل حاجات للجسم. واضحه الصوره يا جماعه؟ يبقى البلاد كيب انترنال انفايرمنت كونستنت فور اوبتيمم فانكشن اوف سيل زي ما احنا قلناها اللي هي الهوميوستاسيس، زي ايه؟ ريجوليشن اوف بلاد بي اتش والريجوليشن اوف تمبريتشر. يعني درجه حراره جسمك لو عليت الدم دوره ايه؟ هينقل درجه الحراره العاليه دهيت لمكان في المخ مسؤول عن الترموستات اللي هو تعرف ترموستات الثلاجه؟ ففي في جزء في المخ في ترموستات بينظم درجه الحراره. لو الدم بتاعك درجه حرارته بدات تعلى، تعلى حاجه بسيطه مش هنوصل ل 100 يعني. انت لو الطبيعي مثلا 37 واحد من 10 مثلا، بقى ال 38، ال 38 دول عن طريق الدم يوصلوا للمخ لمكان في المخ اسمه الهايبوثالاموس اللي هي الغده تحت المهاد، فيها هناك الترموستات بتاع الحراره. اول ما بتوصل المخ ده عنده علم ان درجه الحراره عاليه، يعمل حاجات تنزلها زي ايه؟ تلاقي نفسك بتعرق، صح ولا لا؟ تلاقي نفسك بتروح كنت متقل لا هتخفف في اللبس، هتروح تعمل كمادات ميه علشان تنزل درجه الحراره. وانت الصوره يا جماعه يبقى ديت الايه؟ البلاد فانكشن سواء ترانسبورت ديفنسيف هيموستيزيس وهوميوستيزيس. انا قلت انا عندي ايه؟ تركيبه البلاد بلازما وسيلز. لو جينا نتكلم على البلازما قلنا ان البلازما عباره عن الفلويد بارت اوف ذا بلاد، بتمثل كام في الميه؟ 55%. يهمني اعرف فيها ديفينيشن، الفوليوم بتاعها قد ايه؟ ارقام تتحفظ، تركيبتها ايه؟ افرق ما بينها وبين حاجه اسمها السيرم، واعرف البلازما بروتين. ناخدها واحده واحده. هي عباره عن ايه؟ ديفينيشن تعريفها ايه؟ ايه هي البلازما؟ زي ما قلت هي الفلويد بارت اوف ذا بلاد، وبيبقى لونها ايه؟ يلوش مسفر. يبقى فلويد بارت اوف ذا بلاد وبيبقى لونها كلير يلو. كلير يلو ليه؟ لان من ضمن تركيبه الار بي سي زي ما هنعرف انها فيها حاجه اسمها هيموجلوبين. هيموجلوبين لما الار بي سيز، بعض الار بي سيز لوحدها بتتكسر، صح؟ الهيموجلوبين هيخرج، هيتكسر ليه؟ لحد ما يوصل في الاخر لحاجه اسمها البيليروبين، الصبغه اللي هي الصفرة. الصفرة ديت بتبقى ماشيه مع البلازما تديها اللون الاصفر. ماشي الكلام؟ بس بيبقى في نسبه طبيعيه. لو زادت عن اللزوم تعمل الجوندس ده اللي هي الصفرة، تلاقي الواحد ايه؟ الجلد بتاعه اصفر، البياض بتاع العين اصفر، كلام من ده. يبقى تاني يهمني الكلام اللي مكتوب، لما بخرج حته بره الكلام اللي مكتوب هنا يبقى ده مجرد للتوضيح. لكن زي ما بقول المطلوب مننا يا جماعه الكتاب اللي ما بطلقه الداتا شو نفس الكتاب بس بضيف عليها في الاخر نمط لاسئله ام سي كيو. خلاص؟ طيب الفوليوم بتاع البلازما قد ايه؟ احنا قلنا الدم قد ايه؟ 5 لتر. دي تقريبا من 3 ل 3.5 لتر، قول 3.5 لتر زي ما احنا كاتبين. يبقى ايه؟ 3.5 في واحد وزنه قد ايه؟ 70 كيلو جرام. طب الكومبوزيشن فاكرين من غير ما ابص، عشان يا جماعه قلت لكم اي حاجه جوه جسمي تركيبتها عباره عن ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. تقول لي تركيبتها ميه وسوليدز. الميه هي الاغلب، الجزء الغالب منها تقريبا 90%. ال 10% السوليد، والسوليد قلنا بتتكون من ايه؟ حاجتين، اورجانيك وان اورجانيك. مش الكلام ده قلناه يا جماعه؟ نمشي نطبق القاعده هنا، يبقى هتلاقي الووتر وده المين كونستيتيونت، يعني مكون. بقول لك اورجانيك كونستيتيونت يعني مكونات عضويه، الاورجانيك كونستيتيونت يعني مكونات غير عضويه. فبلاقي فيه ووتر اورجانيك كونستيتيونت زي اهم مكون عضوي هو مين؟ حاجه اسمها بلازما بروتين، مهمه جدا جدا جدا، وكميتها تتحفظ، بتتسال اكمل او اختيار من متعدد او صح وغلط. كميه البلازما بروتين عندنا كام؟ من 7.1 ل 7.4 كيلومتر في الساعه. لا التمييز اهم من الرقم. جرام برسنت، جرام برسنت يعني جرام لكل 100 مللي او جرام لكل ديسي لتر. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام جميل. بتحتوي على مواد عضويه ثانيه زي ايه؟ زي النيوترينز، في جلوكوز، امينو اسيدز، فاتي اسيدز، هرمونات، ويست برودكت. ويست برودكت يعني مخلفات عمليه الايض الغذائي. ماشي الكلام؟
وانزيمات. الانورجانيك بقى اي حاجه انورجانيك، صوديوم بوتاسيوم كالسيوم كلورايد بايكربونات فوسفيت، ماشي، وبتحتوي على بلاد جازز اللي هو كربون دايكسايد وثاني اكسيد الكربون والاكسجين. في اي مشكله في الكومبوزيشن؟ كلام جميل. طب ايه الفرق ما بين البلازما والسيرم؟ ركز معايا. لو انت سحبت عينه دم من واحد وحطيتها في انبوبه اختبار، وكان في ماتش شغال، او انت كنت بتتخانق مع زميلك، او انت سرحان في عالم تاني، سهيت عن الانبوبه دي نص ساعه، ترجع للانبوبه هتلاقي الدم اتجلط ولا ما اتجلطش؟ اتجلط. هتلاقي حته جلطه مترصبه وفي سائل كده لونه مصفر موجود. طيب لو انا سحبت عينه الدم وحطيت عليها ماده تمنع التجلط، وبعدين سحبت عينه الدم حطيتها في انبوبه بس الدم انا حاطط عليه ماده تمنع التجلط يعني مش هتكون جلطه، وسبتها نص ساعه ولا ساعه ورجعت، هتلاقي الار بي سي اترصبت وفي سائل فوق. السائل هنا اسمه ايه والسائل هنا اسمه ايه؟ الحاله الاولانيه ده اهي الدم اتجلط فيه بقى في سائل مصفر فوقه. الحاله الثانيه انا حاطط ماده تمنع التجلط، الار بي سي اترصبت مفيش جلطه، الار بي سي اترصبت لكن في سائل فوق اهوت بيبقى لونه مصفر برضه. اللي اتكون فيه جلطه ده هو اسمه سيرم، مصل الدم. لكن اللي ما اتكونش فيه جلطه ده بقول عليه البلازما، لان انا اصلا معرف البلازما انها الفلويد بارت اوف ذا بلاد، هو السائل اللي هو ايه اللي موجود في الدم. يبقى البلازما فلويد بارت اوف ذا بلاد. بتتكون امتى؟ بتتكون لو انا حاطط ماده تمنع التجلط على الدم اللي انا سحبه وسبته، الار بي سيز هتترصب والسائل هيبقى اسمه بلازما. لكن لو انا سحبت عينه الدم وسبت الدم يتجلط، ما حطيتش عليها ماده تمنع التجلط، الدم اتجلط واتكون سائل، السائل ده بقول عليه ايه؟ سيرم. يبقى معناه كده ان السيرم هو عباره عن بلازما اطرح منها البروتينات عوامل التجلط، لان عوامل التجلط بتستهلك مع تكوين الجلطه. يعني انت دلوقتي لو انا جبت دم وسبته يتجلط، يعني انا خلصت العوامل التجلط اللي موجوده، والسائل اللي اتكون اسمه سيرم. لو انا جبت دم وسبت الار بي سي تترسب، بقى السائل اسمه بلازما. البلازما سائل هو سيرم ضيف عليه الكلوتنج فاكتور. يبقى بالتالي السيرم هو عباره عن بلازما اطرح منها الكلوتنج فاكتور عوامل التجلط، علشان اما تمسك تحليل وتلاقي مكتوب عليه ايه سيرم يورين يوريا ليفل مثلا، او يقول لك مثلا بلاد بلازما يوريا ليفل، يبقى عارف الفرق بين الكلمتين. البلازما ده الفلويد بارت اوف ذا بلاد، فيها انتي كواجلا، فيها كلوتنج فاكت، فيها عوامل تجلط لانها لم تستهلك، فيها التركيبه العاديه بتاعت الدم، فيها التركيبه العاديه بتاعت البلازما. لكن السيرم عباره عن ايه؟ عباره عن بلازما شلنا منها عوامل التجلط لان حصل فيها تجلط. يبقى بالتالي وين بلاد از الاو تو كلوت، لما اسمح للدم انه يتجلط، زين سنترفيوج يعني انا حطيته في جهاز طرد مركزي، هنحصل على ايه؟ على السيرم بدل البلازما. يبقى بالتالي العلاقه تحت ايه؟ السيرم هو عباره عن بلازما شلنا منها عوامل التجلط. السيرم ده هو البلازما، ولكن انا شلت منه العوامل اللي اتجلطت تحت دي. وضحت كده يا جماعه؟ كلام جميل. طيب البلازما بروتينز غايه في الاهميه. تسير كتير كسؤال قصير او اكمل او صح وغلط او ام اس كيو، انها مهمه في الحياه. البلازما بروتين عندي اربع انواع اساسيه، حاجه اسمها البيومين، حاجه اسمها جلوبيولين، حاجه اسمها فايبرينوجين، حاجه اسمها بروثرومبين. تحفظوا زي اسامين اكترهم، هم كلهم على بعض تقريبا 7.1 ل 7.4 جرام برسنت. اكتر واحد فيهم الالبيومين 60%، يليه الجلوبيولينز، يليه الفايبرينوجين 4% وقليل قوي البروثرومبين. يهمني ايه؟ ان انا بعرف اكتر كونسنتريشن او اكتر حاجه موجوده
هي الالبيومين تقريبا من 3.5 ل 5 الارقام تتحفظ، بالذات الالبيومين يتحفظ الرقم بتاعه مهم جدا، لان لما تلاقي واحد زي الحاله بتاعتنا اللي رجليه مورمه ابسط حاجه هتقول له اعمل لي ليفر فانكشن ووريني الالبيومين مستواه في الدم قد ايه، هلاقي الالبيومين قل عن 3.5، هتلاقي اقل من 3 عشان كده رجليه ورمه. طيب المولوكولار ويت عايزك بس تبقى عارف ان اكتر واحد مولوكولار ويت هو مين؟ الوزن الجزيئي الفايبرينوجين. كام؟ 340,000، حجمه كبير. ماشي؟ اللي يهمني جدا في الام اس كيو السايت اوف سينس، مكان التصنيع. كلهم بيتصنعوا في الكبد. ما عدا نوع واحد من الجلوبولينز. الالبومين نوع واحد، والفايبرينوجين نوع واحد، والبروثومبين نوع واحد، لكن الجلوبولين ده منه انواع. في منه الفا وبيتا وجاما. الالفا في الفا 1 والفا 2 والبيتا بيتا 1 وبيتا 2، الجاما نوع واحد او جاما. الالفا والبيتا جلوبولين بيتصنعوا بالليفر، يعني كله بيتصنع بالليفر ما عدا الجاما جلوبولين. هكذا الناس صح وغلط واكمل ورور فولس وامس كيو. الجاما بتتصنع بحاجه اسمها البيتا سيل. لما ناخد الليمفوسايتس، ها مش احنا في حاجه اسمها وايت بلاد سيل؟ لما نيجي ناخد محاضرة الهوايت بلاد سيل هتعرف ان في نوع من الخلايا فيها اسمها الليمفوسايتس. الليمفوسايت في نوع منها هو اللي بيكون الجاما جلوبين. اسمها بي سيلز او بي ليمفوسايتس. طيب الوظيفة، اهم وظيفة للبلازما بروتين ان جنرال بالذات الالبيومين، حاجة اسمها ترانسبورتر فانكشن او كارير فانكشن. شيالة بتشيل ايه؟ ممكن تشيل مينرال، ممكن تشيل هرمون، ممكن تشيل فيتامين، ممكن تشيل ايه؟ بلاد جاز. تاني حاجه، حاجه اسمها اوزموتيك بريشر ريجوليشن، بتتحكم في الضغط الاسموزي بتاع الدم اللي هو المسؤول ومهم جدا في عمليه ايه؟ الحفاظ على الميه جوه جسمنا والحفاظ على الميه جوه الوعاء الدموي. اللي لو حصل لخبطه فيه، مش عايز ادخل في تفاصيل فيها، لو حصل لخبطه فيه الجسم يورم. يعني هبسطها لك، الوعاء الدموي فيه دم صح ولا لا؟ اي وعاء دموي فيسد ارتري شريان او وريد او كابيلر شعيره دمويه فيها دم. الدم من ضمن مكوناته البلازما بروتين اللي هو الالبيومين مثلا. الالبيومين مستو بيشفط الدم الميه من الانترستيشن. مش احنا اتفقنا ان الميه موجوده داخل الخليه وداخل الوعاء الدموي وفي الانترستيشن؟ تورم يعني ايه؟ ادينا يعني ايه؟ يعني الميه بتزيد في السائل اللي ما بين الخلايا في الانترستيشن يعمل ايديما تورم. ماشي الكلام؟ اللي بيمنع التورم بقى الالبيومين. ليه؟ لانه بيسحب السائل الزياده في الانترستيشن يدخله في الدم واتخلص منه. ولذلك لو الالبيومين قل السائل يزيد قوي في الانترستيشن فالجسم يورم. وضحت؟ يبقى بالتالي لو واحد مريض كبد او واحد مريض كليه، الكبد هو اللي بيصنع الالبيومين ومريض الكليه اللي هو الكدني بيوقع بيرمي الالبيومين في اليورين. الطبيعي ان الالبيومين ما ينزلش في اليورين في البول يعني، لكن لو الكليه مريضه، مريض الكليه بالذات لو مرض شديد ممكن ينزل الايه؟ الالبيومين في البول، يبقى الالبيومين يقل. فالمريض ممكن يحصل له حاجه اسمها ايديما تورم، او يحصل حاجه اسمها اسايتس اللي هي استسقاء ميه في الايه؟ في الابدومن. مريض الكبد ممكن تلاقيه رجليه مورمه وميه من كوامه بطنه، اسمها استسقاء اسايتس. وضحت الصوره؟ يبقى القلب من مهم كترانسبورتر فانكشن واوزموتيك بريشر بيقلل الايديما فورميشن اللي هو حدوث التورم. طيب تاني حاجه الجلوبولين مهم برضك ككارير ومهم كديفنسيف، لان خلي بالك مهم قوي النقطه اللي هقولها دي. الجاما جلوبولين ده اهو ده اللي بيتكون الانتي بادز، سمعت عنها الاجسام المضاده اللي هو امينو جلوبولين ايه وايه اللي هو جامد جي وايه وام واي ودي خمسه امينو جلوبولينز. الجلوبولين هي اللي بتكون حاجه اسمها عوامل التجلط اللي هي الكلوتنج فاكتورز. يبقى بالتالي الجلوبولينز وظائفها ايه؟ كاكتاس كارير مهمه كديفنسيف لانها بتكون الاجسام المضاده و كلوتنج فاكتور عوامل التجلط. الفايبرينوجين انا قلت هو اكتر واحد مولوكولار ويت، ركز عشان تسيب ام اس كيو.
حجمه كبير، فهو اللي مسؤول عن لزوجه الدم. ايه رايك لو انا جبت كوبايه ميه، ازازه ميه زي دي، وفتحتها وقلبتها كده، الميه تقع اسرع او لو كنا مالين الازازه دهيت عسل اسمر؟ الميه طلع طبعا، لان اللزوجه بتاعتها قليله، الدم لزوجته عاليه. من ضمن اسباب اللزوجه العاليه بتاعت الدم وجود الايه؟ الفايبرينوجين، لان المولوكولار ويت بتاعه كبير، جزيئاته كبيره، يبقى مسؤوله عن البلاد فيسكوستي. مش كده وبس، الفايبرينوجين بيمثل كلوتنج فاكتور رقم واحد، عامل تجلط رقم واحد، تصير اختيار من المتعدد. اني واحد في الاربعه كلوتنج فاكتور رقم واحد اللي هو الفايبرينوجين. البروثرومبين ده كلوتنج فاكتور رقم اثنين، من اكتر الحاجات اللي بتتسال في السلايد. انا بقول لكم اهوت، بقول لك ايه اللي بيتسال، فنركز. اتسال مين اكتر واحد، مين اقل واحد، مين اكتر واحد مولوكولار ويت. السيتوسينسيسز كلهم بنسمعه في الكبد ما عدا مين مثلا، والوظيفه بتاعتهم اساسيه. يقول لك ايه الفانكشنز اوف بلازما بروتينز، تقوم انت قايلهم واحد واحد. الالبومين وظيفه كذا، الجلوبولين كذا، الفايبرينجين كذا، البروثرومبين كذا. يقول لك مثلا الليفر ديسيز بيعمل ايديما نتيجه نقص ايه؟ يبقى نتيجه نقص الالبيومين. في اصعب من كده ولا اسهل من كده يا جماعه؟ بنقولها، بقول لك بتتسيل فيها ازاي اهو. عارف ان هو بيكون في خدمات احيانا ممكن تظهر على الجسم ده، ايوه، لا اسبابها، سببها الرئيسي ضعف في الاورده او نقص في الصفائح الدمويه. الالبيومين بيبقى له دور منه، بس الكبد له وظائف ثانيه كتير جدا بتخلي سهل النزيف، لانه بيقلل الكلوتنج فاكتور، بيقلل البليتلت، بيقلل حاجات كتير. المهم ندخل على الار بي سيز، الار بي سيز او لابل عليها الريد بلاد كورباسلز او الصفائح الدمويه بتاعت الار بي سيز. الصفائح الدمويه ايه؟ خلايا الدم الحمراء. اكدوا قلتوا له اه. الار بي سيز اللي هي الريد بلاد كورباسل، اللي هي ايه؟ اللي هي الخلايا الدم الحمراء، او المصطلح الادق كريات الدم الحمراء، لانها نقطه سيل، مش هنلاقي فيها نيوكليوس، مش فيها نواه، فعشان كده بنقول عليها كورباسل، كره. يمين اعرف الكاونت يتسال زي اساميكم تحفظوه، واللايف سبان عمرها الافتراضي قد ايه يتحفظ، الارقام تتحفظ، وتركيبتها ايه على السريع ونهايتها ايه، ثم هنقف على الفورميشن والفانكشن المره الجايه ان شاء الله. نبدا باول حاجه، النورمال كاونت بتاع الار بي سيز كام؟ بيختلف من الادلت ميل عن الادلت فيميل عن النيوبورن. العيل لسه مولود غير واحد كبير، غير واحد، واحده غير واحد. فبلاقيها في اليانج ادلت ميل تقريبا كام؟ من 4.8 ل 5.4. وان شاء الله في اللاب الدكتوره تشرح معاكم الايه؟ الار بي سيز كاونت، ازاي اعدها؟ وعددها الطبيعي كام؟ والاختلافات ايه؟ والعوامل اللي بتاثر فيها ايه؟ يبقى الكاونت من 4.8 ل 5.4 مليون لكل مليمتر مكعب، ما تقولش مليون وتسكت. انا قلت لك في الاول انها حوالين الخمسه، صح؟ يعني الايه؟ فيه رينج وفيه افريج. الرينج قلنا ايه؟ من 4.8 ل 5.4. المتوسط 5.1 ما علينا. اللايف سبان 120 يوم، يعني تقريبا كم شهر؟ اربع شهور. مهمه جدا، لان اللايف سبان بتاع الهوز بلاست سيل صغيره، اللايف سبان بتاع البليتلي زي ما هنقول برضك صغيره. طيب الار بي سيز بتبقى لو بصيت على الصوره ده بيقولوا عليها بالكونكيف ديسك شيب. بالكونكيف يعني ايه؟ بص هتلاقي الاحراف بتاعتها سميكه ورفيعه من النص، مضغوطه من النص كده. كونكيف يعني ايه؟ يعني مقعر بالشكل ده، في جزء مقعر فوق وجزء مقعر تحت، بيتقال عليها ايه؟ باي كونكيف. خلاص؟ باي كونكيف ديسك شيب، يعني انت لو بصيت عليها كده تبان وكانها ديسك زي اسطوانه كده، لكن لو ركزت فيها هتلاقي الجناب بتاعتها تخينه اهي، وفي النص مضغوطه اكنك ضغطتها كده. يبقى اما اجي اقول الار بي سيز باي كونكيف شيب، وكان انها باي كونكيف مديها مساحه كبيره، يعني اما تكون كره بس كده غير اما تكون رفيعه من النص وتخينه من الجناب، تدي مساحه كبيره اكتر، تسهل تبادل الايه؟ الاكسجين، شيل الاكسجين. تاني حاجه او الجاز اكس تشينج،
تاني حاجه ان الار بي سي زي ما قلت اسمها ريد بلاد كورباسل نوت ترو سيل. ليه؟ لان ما فيش فيها نيوكلياس، ما فيش فيها نواه. ماشي الكلام؟ يبقى يهمني ايه في الاستراكشر بتاعها؟ يهمني اولا ابقى عارف ان زي اي خليه في الدنيا، اي خليه بتتكون من ايه يا جماعه؟ بتتكون من سيل ميمبرين، سيتوبلازم، في النيوكلياس، في سيل اورجانيلز. ده الخليه الطبيعيه. طب هل الار بي سيز بينطبق عليها الكلام ده؟ قال لك لا، عشان كده ما قلتش عليها ايه؟ تروسيل. هلاقي فيها حاجات شبيهه للسيل. هلاقي لها سيل ميمبرين وفي سيتوبلازم، لكن مش هلاقي نواه، صح؟ والسيل اورجانيلز برضك مش لاقيه. يبقى هلاقيها سراوندد بلاستيك سيميبرميبل ميمبرين. بلاستيك يعني ايه؟ انت لو جبت اي حاجه بلاستيك مش سهله التاني والتشكل؟ يبقى وسيميبرميبل ميمبرين يعني ايه؟ كلمه بيرميبل يعني ايه؟ يعدي حاجات، صح؟ ما اقول لك بيرميبل ميمبرين يعني بيعدي كل حاجه، سيمي بيرميبل يعني يعدي حاجات وما يعديش حاجات. يبقى بلاستيك سيمي بيرميبل ميمبرين. النقطه اللي جت سي الام اس كيو، اهم مكون جواها اللي بيديها اللون الاحمر اللي هو الهيموجلوبين. يعني ليه الدم لون احمر؟ علشان في كريات الدم الحمراء. طب كريات الدم الحمراء حمراء ليه؟ لان فيها حاجه بتدي اللون الاحمر اللي هي ايه؟ اللي هي الهيموجلوبين. الهيموجلوبين النسبه تتحفظ 34% من وزن الهيموجلوبين عباره عن ايه؟ من وزن الار بي سيز عباره عن هيموجلوبين، او محتوى الار بي سيز 34% منه عباره عن هيموجلوبين. طب في ميتوكوندريا، انتوا عارفين الميتوكوندريا اللي هو الايه؟ الهاوس اوف انرجي، بيت الطاقه، ده اللي هيطلع لي الاي تي بي، الادينوزين ترايفوسفيت. قال لك مش موجود. امال هي بتحصل على الانرجي الطاقه من ايه؟ من حاجه اسمها انيروبيك جلايكوليسيس. انيروبيك ان يعني ما فيش، ايروبيك هوائي، انيروبيك يعني لا هوائي. جلايكوليسيس جاء من ايه؟ جلايكوجين جلوكوز ولايسيس، تكسير الجلوكوز، يعني بتكسر الجلوكوز في غياب الاكسجين، انيروبيك جلايكوليسيس. طيب نهايه الار بي سيز ايه؟ لكل شيء اذا ما تم ايه؟ ها؟ نقصانه، فلا يغر بطيب العيش انسانه، هي الحياه كما عهدتها ايه؟ امم من سره زمنا ساته ازمانه. معنى الكلام ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. البني ادم بيبدا كان جنين، بعد كده اتولد بقى طفل شاب، بقى راجل كبير في السن، رجع للقبر تاني، صح ولا ايه؟ الار بي سيز كده بتنشأ لسه صغير، تبقى ماتيور تنضج، وبعدين تكبر في السن، ما تبقى عندها 120 يوم كبرت في السن، ما عادتش هتعرف تأدي الوظيفة. فلازم نتخلص منها، لازم الجسم يتخلص منها. اللي هي الفيت بتاعها. الأولد أر بي سيز بتعمل إيه؟ بتتكسر. بتروح للليفر والسبلين. السبلين اللي هو الطحال. والليفر اللي هو الكبد، بتروح هناك تتكسر. طيب لما تتكسر هتطلع اللي هي محتوياه، اهم محتوى لها زي ما انا قلت الهيموجلوبين. الهيموجلوبين هيخرج، الهيموجلوبين ده بيتكون من مقطعين، من كلمتين، من حاجتين، حاجه اسمها هيم وحاجه اسمها جلوبين. الجلوبين ده بروتين النيتشر. هيقوم الجسم واخده حاجه، يعمل حاجه اسمها اعاده تدوير. اعاده تدوير يعني ايه؟ يعني انت مثلا لما تروح تشتري طلبات من بره بيجي لي اكياس. الاكياس ماليه البيت. فانت في ناس تقول لك انا هستفيد من الاكياس دي، ففي ناس بتستخدم الاكياس دي في انها تعمل مثلا ايه؟ والله هتاخدها هتنضفها وتغسلها وتعينها وتعيد استخدامها. في ناس هتقول لك لا انا هفتح الاكياس دهيت، اكياس شيك وحلو، انا ممكن اجلد بوك تاب لعيل. في واحده تانية تقول لك لا الاكياس دي شكلها حلو قوي، انا ممكن اعمل منها شكل جمالي كده اعلقه على الحيطه. صح ولا لا؟ دي اسمها اعاده تدوير. فالهيموجلوبين الجلوبين بارت الجسم ياخده عشان الجسم يعيد استخدامه في تصنيع الهيموجلوبين تاني. والهيم بيتكون من مقطعين او من حاجتين، من ايرن اللي هو الحديد، وصبغه اللي هتعمل البيليروبين. الحديد هيعاد استخدامه في تصنيع الار بي سيز تاني. ولذلك الار بي سيز بتحتوي او الهيموجلوبين بيحتوي على انهي مينرال، انهي معدن؟ هل الحديد ولا الكوبالت ولا الكبر ولا المنجنيز؟ الحديد، عشان لو حطيناها لك سؤال. يبقى بالتالي الاولد ار بي سيز بتروح للليفر والاسبلين في ايه؟ بتتكسر، يطلع الهيموجلوبين،
يتكسر لايه؟ لجلوبين بارتي يعاد استخدامه، والهيم، والهيم يطلع لي الايرن عشان الجسم يعيد استخدامه تاني. شوف العظمه بتاعت ربنا، مفيش حاجه بتترمي، مفيش حاجه لا الجسم يقدر يستفاد بها الا هو بيستفاد بها. ثم الصبغه اللي هتتكون اللي هي البيليروبين تمشي في الدم، ودي اللي بتدي البلازما اللون الاصفر. في اي مشكله في الكلام اللي احنا قلناه لحد دلوقتي يا جماعه؟ في نهايه المحاضره بقوم عامل سامري، تو سامرايز، يعني بختصر الكلام اللي انا قلته، ارجع للاهداف الرئيسيه بتاعتي، اشوف انا غطيت كل كلمه انا قلت لكم اغطيها ولا لا. انا قلت انا هتكلم على البادي كومبوزيشن، اتكلمنا عنه ولا لا؟ قلت هتكلم على الهوميوستاسيس، اتكلمنا عنه ولا لا؟ الكنترول اوف بادي فانكشن، اتكلمنا على الفانكشن اوف بلاد، التايبس اند فانكشن اوف بلازما بروتين. يبقى كل الكلام غطيناه. ودايما بقول الطالب الشاطر في اي ماده في اي مكان في اي موقع لازم يحل اسئله. هناخد نمط لبعض اسئله الام اس كيو على السريع. لو هاخد امثله والملف انا هرفعه لكم ان شاء الله على التليجرام، تبقوا تحلوا بقيه الاسئله، وانا حاطط الموديل انسر في الاخر. لو انا جيت في رقم اثنين هختار ارقام عشوائي، اسئله عشوائي. لو انا قلت مثلا اسمك يا بنت سلمى، علي صوتك يا سلمى، انت في البيت تلاقيك صوتك قد كده ما شاء الله صح؟ بصي يا سلمى اقري لي السؤال رقم اثنين، اقراه لك انا وانت قولي لي الاجابه. Body fluids represent which of the following out of the total body weight؟ ها؟ البادي فلويد بتمثل قد ايه من جسمك؟ يا ظلمه 60%. طيب من غير ما اسمي ناس هقول السؤال واللي عارف السؤال يجاوب. هنخلينا بقى نروح ايه؟ خلينا السؤال رقم سبعه. Which one of the following is a character of nervous regulation؟ النيرفس ريجوليشن بتمتاز بايه؟ هترجم لكم سؤال. Which one of the following is a character، يعني صفه من سمات النيرفس ريجوليشن. هل هي رابيد اونست ولونج ديوريشن؟ ولا رابيد اونست وشورت ديوريشن؟ مين اللي قال؟ شاطر، يبقى رابيد اونست وشورت ديوريشن. بتبتدي بسرعه وتخلص بسرعه. رقم 11. Which one of the following is the normal RBC count in adult male؟ كام؟ شاطر. 5 مليون ليه؟ لكل مليمتر مكعب. لو قلت 5 مليون وسكت صفر. يعني لو اسمع، لو عملنا لو عملنا اكمل يبقى زي ما بقول، لو جه اكمل وقلنا حاجه وانت كتبت الرقم بدون تمييز يبقى كانك ما كتبتش، صفر. يبقى اما اقول لك الار بي سي كاونت في الادلت ميل لازم تقول لي مثلا 5 مليون لكل مليمتر مكعب. كلام جميل. لو قلت رقم 14، which of the following is the normal بلازما فوليوم؟ ها؟ كام؟ شاطر، 3.5 ايه؟ لتر. مفيش واحد يتفاز لك بقى. 3.5 لتر كل مليمتر مكعب. ازاي يا ظالم يا مفتري؟ 3.5 ايه؟ لتر. لو قلنا السؤال رقم 17، ها؟ جاما جلوبولين از سنسيسايزد باي ويتش اوف ذا فولوينج؟ مين؟ البي سيل. شطار. ناخد السؤال رقم 20، ويتش ميتال از بارت اوف هيموجلوبين؟ ايرن. شاطر شاطر. ادي الانسر كي بتاعتنا يا جماعه. هنا بقت الحاله واضحه. ادينا يعني تورم. هو حصل التورم ليه؟ نتيجه نقص الالبيومين. ليه؟ لان الالبيومين ماله؟ بيتصنع من الكبد، وفي كبد في ليفر ديسيز، والالبيومين هو اللي بيمنع التورم. ليه؟ لانه بيسحب السائل الزايد من الانترستيشن، فبالتالي نقص الالبيومين هو اللي بيعمل الاديمه في الليفر ديسيز ديبيشن. وادي المراجع بتاعتنا. خلاص يا جماعه؟